كوت ديفوار ولحظة البداية والربع الأول ينطلق حكيم زويتا قبل المنتخب الليبي تعبر عليه الحضور للمغرب الخصم ديالنا خصنا نحاولوا ننتصروا عليه هذه محاولة نجاح برافو نجاح جوج نقاط المنتخب الجزائري سجل أولا ثم جوج نقاط ممتاز زويتا يلا زويتا ضاعت رجعت من جديد عناصر المنتخب الجزائري يجب انهاء هذه الحملة بطريقة جيدة ولكن يبدو أنها كانت ناجحة بل أعتقد نفس أو لا كان أمام جميلة نقاط للمنتخب الوطني المغربي ممتاز بشكل جيد جات من جديد النجاح نجاح عند حكيم زويتا ممتاز ممتاز جميلة من جديد عند خلفي مصباحي داخل القوس حكيم زويتا كوردو ممتاز جميلة من كوردو والمنتخب الجزائري الربع الاول كنتابعوا هذه المحاوله ما كانش خاص اللاعب يدخل بالطريقه اللي خرج ممتاز 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 نجاح ممتاز ممتاز ايقاف الكره بشكل جيد ذكر الوسط ممتاز جيد لصالح المنتخب الوطني زويتا نجاح ممتاز هذه مهمة نجاح يتمكن من هذه الكرة بشكل ممتاز نتابع الطريقة جميلة جدا هذوما الصور اللي كنبغيو نشاهدو مزهجين هاب الأمامي أمام المنتخب الوطني المغربي نتابع نجاح ممتاز مرة ثانية باش كيحضر الكرة العناني خلفي العناني ممتاز برافو نجاح برافو نجاح 23 لا كلهم ثلاثة كاع لا تقول لا اكسلونت هزم يسرى داخل القوس فرصة على الأقل للاستفادة من هذه الكرة يجب الاستفادة منها بالفعل ممتازة تعود لنا من الدفاع مطلوب نجاح ممتاز من الخلفي كرة أمامية وهذه ممتازة تسجل برافو العناني كونتر أتاك بشكل جميل وسريع 10 نقاط كفارق فوق المتوقع اللي درناه في الربع الأول الحمد لله هذه محاولة من جديد المنتخب الجزائري دائما خارج القوس محاولة تضيع وينتهي الوقت المخصص للربع الأول 10 ديال الدقائق الأولى بمؤهلات ومعنويات عالية جدا وكانت واعية أيضا بقيمة المباراة داخلة خصنا لأن درنا الانطلاقة ب 13 بوان هنا خصنا ممتاز العناني سلة بنقطتين 32 مقابل 17 شوف طريقة جميلة جدا زوحي التعليق ديالك على الطريقة الجميلة ديال لا ممتاز العناني ديجا بعد الانترسبسيون اللي دار هل خلفي تمريرة باتجاه عبد الحكيم زويتا داخل القوس فرصة ماذا يقول الحكم خطأ بالفعل هذه محاولة فرصة من جانب المنتخب الجزائري تبعد المحاولة حراس يسجل ممتاز هذه محاولة من جديد محاولة ممتازة من جانب لاعب مصطفى الخلفي العناني بطريقة جميلة تابعونا كرة لصالح المنتخب الجزائري هذه محاولة عادل مقصود كيدخل داخل القوس فرصة مهمة ممتاز تسجل سفيان كوردو يوصي على اللاعبين ديال المنتخب الجزائري هذه كما قلت سفيان يسجل سفيان برافو سفيان جوج ديال الكرات نحب ان نشاهد المباراه بهذه الطريقه الحمد لله اللعابه كلهم الفريق في الكره لصالح المنتخب الجزائري شاد معي الطريقه يعني هذه المحاوله الثانيه هي في الجهه اليمنى ممتاز رضا ممتاز لاباس نجاح جميله نجاح لا باس جميلة من نجاح 45 نقطة للمنتخب الوطني المغربي مقابل 29 نقطة للمنتخب الجزائري عنده 5 ثواني 4 ثواني باش انه يفقد الكرة فكيقوموا بالتصويب وكتسجل الثلاثية رجعتهم بشكل كبير كانت ديفونس دو زون ممتاز ممتاز عبد الحكيم طريقة جميلة ما يمكن نبداو به الربع الثالث كنا نحبسوا المقابلة هنا طريقة جميلة صراحة عبد الحكيم زويتا سجل
تسلل بنقطتين 47 نقطة مقابل 31. المنتخب الجزائري حاول البحث عن سلة ثلاث نقاط كتجي عند زويتو تسجل تسديد هذه المرة لصالح زكريا المصباحي. المصباحي عند عبد الحكيم زويتا. عبد الحكيم زويتا ضاعت منه الكرة رجعت من جديد في آخر مطاف. خطا فوق تسجل بيسلا فوق تسجل رقم خطا بيسلا فوق. إلا أن اللاعب شاهدوا معايا الخلفي ممتاز ثلاثية وهنالك رمية حرة بونس مهم هو اللي يمكن له يسجل ولكن اليوم ما كاينش حرات اللي كنعرفوا. او تسجيل هذه محاوله من جديد فرصه كترجع لصالح المنتخب الوطني المغربي. محاوله ممتاز الخلفي برافو الخلفي. شوف طريقه شوف الاسلوب داخل خمس تمويل جسدي وضع الكره في السله بشكل جميل ماشي تعليق. يلا ميسي اللي كيدير ميسي ديال السله ميسي ديال السله. نتابعونا المسار بالتاهل وبالنتيجه والاداء هنا كنهضروا على رحيم صباحي اللي لعب العناني عمر خصو مسانده بالفعل مسانده زويتا. وضعيه صعبه التمحور الطريقه كيفاش دار شوف جميله وكيوضع الكره في السله. عناصر المنتخب الوطني المغربي عن طريق عبد الحكيم ممتازه البوزيسيون ممتازه ممتاز برافو الخلفي لا بوزيسيون ممتازه برافو الخلفي بطريقه جميله اسلوب جميل شوف طريقه بديعه جدا من الخلفي في الحرق يعني 64 نقطه. محاولة جزائرية داخل القوس شاهد معي اللم الدفاعي ديال الجزائريين بالتالي خاصة العناصر الوطنية تكون حاضرة بقوة تحت السلة. خلفي ممتاز كوردو جميلة برافو. هي لا الحلقة ممتاز رضا رضا حراس ممتاز بشكل جيد رضا حراس بالفعل الثالث مشاهدينا الكرام. زكريا مصباحي حاول الانطلاقه هناك بريسنج على حامل الكره تمريره لم تكن بالشكل المناسب خطا على مستوى التمرير من جانب زكريا مصباحي وتضيع حراس ممتازه مشات عند سويتا زكريا مصباحي كوردو جو ممتاز جو كوردو ضاعت الدانك ورجعت الدانك من جهه اخرى وجميله جدا طريقه التعامل ديال سفيان كوردو. شاهدوا معايا كيفاش انه تمكن من قول بانه فعلا مقابله جميله بين طرفين. لا زويته هنا ما خصش ينوض جابلي الله دخلنا بسهوله في هذا الربع الاخير. تابعونا محاوله من جانب المنتخب الجزائري دوك يرجعوا فوالا يسجل زكريا. هذه محاولة من جانب المنتخب الجزائري وتسجل محاولة رضا حراس سير فرصة يسجل. هنا اللاعبين ما كانوش مركزين المقابلة كتلعب كان عنده ليسباس برافو رضا كان عنده ليسباس باش يمشي طريقة جميلة أول مسجل هو لاعب زويتا ب 17 نقطة وتابعه اللاعب نجاح ب 16 نقطة اللاعب كوردو ب 12 نقطة. هذه محاولة من جانب الخلفي موزع المهم جدا في هذه المقابلة كوردو ممتاز سفيان كان انه يكملها كانت تكون افضل افضل علي استعراض خليو استعراض كبيره جميله برافو خلفي رجع بطريقه غريبه ضاعت منه الكره صراحه حتى اللاعب المنتخب الجزائري ما كيستافدوش من الكرات الواضح انه عندهم بين فين واخرى يعني صعوبات ممتاز خلفي زويتا كيختار هو الدقيقه الاخيره 82 مقابل 63 مبروك للمنتخب الوطني المغربي.
اعتقد انه من الصعب تكون شي مفاجاه الان. لا لا صعيب باش تكون. الامم الافريقيه المنتخب الوطني المغربي قدم مقابله جيده اداء وعرضا ونتيجه، ونتابعنا حرات لاعب الفتح الرباطي لاعب المنتخب الجزائري 50 ثانية أو هذا الأداء الجميل لعناصر المنتخب المغربي، فأكيد أن الروح الرياضية كانت سائدة في هذه المقابلة. ولا ننسى أيضا التنظيم الأمني، طبعا تنظيم أمني كان محكم خارج القاعة وأيضا داخل القاعة، حتى الجمهور كان منضبطا، وبالتالي احتفالية كبيرة هنا بمدينة سلا أمام الحضور المميز كملوا بعد على 15 نقطة. انتهى الصف، اعتقد انتهت الامور حتى المنتخب الجزائري انتهى. العلم المغربي يرفرف عاليا ويحقق المنتخب الوطني المغربي نتيجه الانتصار. وبالفعل حققوا الانتصار في هذه المقابله، بالفعل تنتهي المباراه. هنيئا للمنتخب الوطني المغربي، هنيئا للعلم الوطني، هنيئا لكل لاعبي المنتخب الوطني بهذا المجهود، بهذه الصوره الجميله، بهذا المردود.